ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج الجنية كان يقول له أخرج عدو الله. وجاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شيطانا من عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ثلاثا وتفل في فمه ثلاث مرات ثم قال أخرج عدو الله، قال ذلك ثلاثا فلم يخالطه الشيطان بعد ذلك.